أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك كريم، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. أهله الله عليكم بالأمن والإيمان، وأن يحفظكم من كل بأس وسوء، وأن يرفع عنا هذا البلاء إن شاء الله. إذا نشاط اليوم سيكون عبارة عن نشاط في القيم والعبادات، وبما أننا مقبلون على شهر الخير والبركة شهر رمضان، إذا سيكون موضوعنا هو عن صيام شهر رمضان. إذا للتعرف على فضل صيام شهر رمضان، أنصتوا إلى هذا الحوار. دار بين فتاة اسمها فاطمة وأمها وأختها أسماء. رمضان كريم نور عليك وعلينا، يا شهر الخير طال غيابك واستنينا. رمضان كريم نور عليك وعلينا، يا شهر الخير طال غيابك واستنينا. أهلا بقدومك رمضان، الفرحة فيك والإيمان لما هلالك طل وبان جمعنا. كانت فاطمة نائمة وفجأة استيقظت على أصوات متعالية في البيت، فقامت من فراشها وذهبت إلى أمها فسألتها: أمي، ما هذه الضجة في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ لقد استيقظنا لتناول طعام السحور، هل نسيت أن غدا هو أول أيام شهر رمضان؟ لقد نسيت أن غدا أول أيام شهر رمضان. أمي، أريد أن أصوم أنا أيضا. لكنك لازلت صغيرة عن الصيام، وجسمك لن يتحمل العطش والجوع. أرجوك يا أمي، أريد أن أصوم مثل أختي أسماء. سأسمح لك بالصيام نصف يوم فقط، أي بعد الظهر ستتناولين طعامك. حسنا يا أمي، أشكرك على السماح لي بالصيام، سأخبر أختي أسماء بذلك. حفظك الله يا ابنتي. أختي، أنا أيضا سأصوم غدا، لقد سمحت لي أمي أن أصوم حتى الظهر. أحسنت يا أختي، هكذا بدأت الصوم لأول مرة، بعدها أصبحت أصوم من شروق الشمس إلى غروبها. وكيف تصبرين للعطش والجوع؟ لقد أخبرتني المعلمة أن أقوم بقراءة القرآن والأذكار، وأن أصلي، وأن أساعد أمي في أعمال البيت، حتى لكي يقبل الله صيامي ولكي لا أشعر بالجوع والعطش. وهل يجازي الله المسلم الصائم؟ نعم، الله يجازي المسلم الصائم أجرا عظيما، جزاء صبره عن الجوع والعطش وامتناعه عن الأفعال والأقوال التي تغضب الله. أنا أحب شهر رمضان كثيرا. إذا صغاري الأحباء، لقد عرفنا أن المسلم الصائم ينال أجرا عظيما وثوابا من عند الله، لأنه يصبر على الجوع والعطش. أيضا الصيام يهذب أخلاقنا، لأن المسلم الصائم لا يستطيع أن يفعل أو أن يقول أقوالا سيئة، لأنه قد يفسد صيامه. مهما صبر عن الجوع والعطش، إذا قام بفعل سيء أو قال قولا سيئا لن يقبل صيامه. لذلك المسلم يكون حريصا على أن يفعل أو يقول قولا سيئا، ويشغل نفسه بقراءة القرآن والأذكار. إذا أنتم أحبائي الصغار، من منكم يحب شهر رمضان؟ ومن منكم يحب أن يجرب الصيام؟ أجيبوني في المجموعة، وماذا تفعلون أنتم في شهر رمضان؟ إذا حصة اليوم انتهت، ألقاكم في فيديو وفي نشاط آخر إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم، إلى اللقاء.